بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معاكم. نحن دائما نتواصل مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. منذ لحظات ينطلق شوط الجعدان العاشر والأخير. أتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذا الانطلاق، الحاضر في هذا الانطلاق المميز. يا سلام اللي في المركز الأول، المركز الأول السريع لمحمد بن علي بن علوان. الحذر يأتي بثاني المراكز ما شاء الله لمطر بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز الثالث مرعب أحمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز الرابع ملبوس لناصر بن حمد محمد عمران الكتبي، وفي المركز الخامس هناك لسيف بن يمع بن خميس ضغويس بخامس المراكز. ها هي النتيجة وهو النداء تقريبا بنقول الأول في شوطنا الأخير، الشوط الوداعي ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق. يلا يا سريع. في المركز الأول مسيطرا على مقدمة الشوط ما شاء الله، وتعود ملكية السريع لمحمد بن علي بن علوان. النقلة هناك على متعب سيف بن يمع لغويس، ثاني المراكز. المركز الثالث مشعل سيف بن يمع بن خميس لغويس. المركز الخامس ولا الرابع هنا بنادول لعبد الله بن يمع بن خميس لغويس السويدي، وفي المركز الخامس هناك ملبوس لناصر بن حمد بن محمد بن عمران الكتبي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت نتيجتنا، وكان النداء للمراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين والحاضرين هنا في هذا الانطلاق وشوطنا الوداعي، الشوط الاخير، الشوط الاخير، الشوط اللي يودع يودع هذا الانطلاق، ولكن السريع، ولكن السريع المسيطر على المركز الاول والصامد على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سريع، يا سلام. محمد بن علي بن علوان الكتبي من يقدم السريع في هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي يقدم السريع. بينما المركز الثاني، المركز الثاني متعب سيب بن يمعى بن خميس الغويص. ثالث المراكز هناك متعب، المتعب ولا من اللي في المركز الثالث ايضا سيد بن يمع بن خميس لغويس. المركز الرابع بنادول لسيد عبد الله بن يمع بن خميس لغويس. المركز الخامس ملبوس لناصر بن حمد محمد عمران الكتبي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. يلا يا السريع، ولكن هناك مشعل اللي غير الامور، غير الامور ما شاء الله تبارك الرحمن، وسيطر على المركز الاول. يا سلام يا سلام، سيف بن يمع بن خميس الاخويس مع مشعل، مع مشعل المسيطر على المقدمه والصامد على مقدمه الشوط السريع لمحمد بن علي بن علوان. ولكن الامور خلاص خلاص يا الغويس، سلام يا الغويس. تقريبا للمرة الثانية او الثالثة هاي لحظات وصوله واقترابه من الحدث في يوم ولكن الله يا سلام. الملبوس اللي بدأ يقترب، ملبوس اللي بدأ يقترب على المركز الاول، شعار هناك ناصر حمد محمد عمران الكتبي، ولكن خلاص. تهانينا سيف بن يمع بن خميس الغويس المركز الثاني، للسيد ناصر محمد بن عمران المركز الثالث، سيف بن يمع بن خميس الغويس المركز الرابع، احمد بن عبيد بن حميدان، وخامسا السريع لمحمد بن علي بن علوان. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليكم بالتمام. ومشعل
وصاحب الشو تهانينا هو الناموس 4 دقائق التوقيت الزمني 47 ثانية. تهانينا والناموس. سمعينا الأعزاء في هذه اللحظات نوافيكم بهذا الملخص للشواط 10 هنا على أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس. وشوطنا الأول كان من نصيب هناك لمنحاف لراشد بن المر من حلوة كتبي، منحاف صاحبة الشوط الأول لراشد بن المر مسعيد من حلوة كتبي 4 دقائق 39 ثانية. ثانينا والناموس. وشوطنا الثاني هو الشوط الأول الرئيسي للجعدان كان من نصيب الرنج لمانع بن يمع بن سعيد لغويس 4 دقائق 44 ثانية. وشوطنا الثالث كان من نصيب منحاف لعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي 4 دقائق 43 ثانية. وشوطنا الرابع كان من نصيب أدهم صاحب التوقيت الأفضل أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي 4 دقائق 37 ثانية. وشوطنا الخامس كان من نصيب أبراج لعلي بن عتيج بن خميس عابد المهيري 4 دقائق 45 ثانية. وشوطنا السادس مع شوط الجعدان هناك كان من نصيب براق لراشد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري 4 دقائق 49 ثانية. وشوطنا السابع كان من نصيب الميدي لجابر بن علي بن حمد بن مصلح الإحبابي 4 دقائق و44 ثانية. وشوطنا الثامن كان من نصيب غازي محمد حمد عمران الكتبي 4 دقائق 43 ثانية. وشوطنا التاسع أيها الأخوة كان من نصيب هناك بنقول الضبي لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الإحبابي 4 دقائق 44 ثانية. وشوطنا العاشر هو الشوط الأخير كان من نصيب مشعل سيف بن يمع بن خميس تغويس 4 دقائق 47 ثانية. كل الشكر دائما والتقدير لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والشكر أيضا موصول لمكتب الإعلام التابع لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مع تحيات معلقة من هذا الميدان نواب بن فاضل المزروعي.